نجيب الريحاني، اسماعيل ياسين. كان ايام جميله. ايه مستر ناجي؟ مستر ناجي، تعرف ان كان في ممثل يهودي كوميدي كتير اهو اللي في الصوره ده. ده كان بيمثل مع توجو مزرحي اسمه شالوم. شالوم عارفه، كان دمه تقيل. مستر ناجي، هو اسماعيل ياسين مش عملتوا افلام جديده ليه؟ هو شغال مسلسلات دلوقتي. انا احبه وهو يقول مونولوج. انا هروخ. لا ما تروخش. عاوز اروخ. ما تروخش. فين الفول؟ فين الطعميه؟ فين الفجل؟ فين الكراك؟ لو كان ده شرط البهويه يحيى العدس 10 مرات.